بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. احنا في رسالة كورنثوس الاولى، وصلنا لاصحاح 7 عدد 24. مرة تانية افكركم اصحاح 7 اصحاح مهم متميز، لانه بيناقش المتعلقة بالزواج المسيحي ورأي المسيحية في البتولية والترمل، ودي موضوعات اجتماعية عملية مهمة، ويمكن ده من أكبر وأهم الإصحاحات المشغولة بالموضوع. بدأ الأول كأنه بيرد على تساؤلات وصلته وقال لهم صحيح البتولية أفضل، إنما بسبب الشر اللي في الدنيا ولألا واحد يقع في الخطية يبقى الزواج هو الصيانة للإنسان من الخطية. وجوه الجواز الراجل ملوش سلطان على جسده بل لزوجته، والعكس هي كمان لا تملك نفسها وإنما ملك جوزها. وبعدين أوصى بنوع من التفرغ للصلاة والصوم، بس يكون بموافقة الطرفين عشان يركزوا في حياتهم مع ربنا ويرجعوا تاني الحياة طبيعية باختيارهم عشان الشيطان ما يجربهمش. وبعدين قال اللي مش متجوزين، قال لهم ممكن يفضلوا كده ويعيشوا لربنا، إن كانوا أرامل أو عزارة ممكن يعيشوا لربنا كده، لكن لو لقوا نفسهم في نوع من التحرق نسميناه كبت، الأفضل يتزوجوا. وبعدين قال لهم الزوجين اللي واحد منهم دخل المسيحية والتاني لسه ما دخلش، المؤمن لا يفارق غير المؤمن، إنما لو غير المؤمن هو اللي عاوز يفارق هو حر، لكن الطرف المؤمن يفضل يجاهد لعله يشد شريك حياته للإيمان. دخل في قضية تاني ان بعضهم دخل الايمان وهو متزوج، بعضهم دخل الايمان وهو عبد، بعضهم دخل الايمان وهو مختتن كيهودي. قال لهم بصوا الحياة المسيحية ما بتقفش عند الحاجات دي، فالعبد يفضل عبد لو قدر يبقى حر كويس، ما قدرش يفضل عبد انما يفتكر ان هو حر في المسيح، والانسان الحر هو عبد للمسيح، والمختتن اهو مرتبط بالمسيح له المجد بالإيمان، الختان مش هيضر ولا يفيده كتير، والغرلة مش محتاج يختتن لأنه يتبرر بالمسيح له المجد. وختم الجزء ده عدد 23 وقال قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. يعني مجمل الموضوع أهم حاجة لما تعيشوا ما تعيشوش للناس، عيشوا للي اشتراكم. ربنا يسوع له المجد، هو اللي اشتراكم، هو اللي له حق عندكم. انما هتعيش لسيدك الجسدي، طب هو ما اشتراكش، ما اشتراش غير شويه ايام على الارض، انما اللي اشترى ابديتك ربنا. فخليك انسان ملتزم امام ربنا قبل اي حد. لا تصيروا عبيدا للناس، ما دعي كل واحد فيه ايها الاخوه فليلبث في ذلك مع الله. يعني الحياة مع الله مش معناها تغيير بعض الأشكال الاجتماعية، واحد متجوز يقوم يسيب بيته ومراته وعياله ويقول أصلي عرفت ربنا، واحد كان مثلا بيشتغل في مكان يقول هسيب المكان خالص، ثم هو ده شغل ورزق. لكن قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس، في أشكال أخرى لعبادة الناس، مش الشكل القديم بتاع عبد وحر، ده شكل قديم انتهى، عبد بجد بالفلوس. انما للاسف ناس كثيره تعبد الناس، تعبد الناس مقصود بيها ينشغلوا براي الناس فيهم لدرجه العباده. في واحد ممكن يخاف من راي الناس لدرجه يرضي الناس في كل حاجه ويبقى كده عبد للناس، لأنه ممكن يجاريهم في حاجات غلط خوفا من زعلهم أو من غضبهم أو من بعدهم. طب دي عبادة غلط، فين ربنا؟
هل رأي الناس أهم ولا رأي ربنا أهم؟ هل عبادة الله أهم ولا عبادة الناس أهم؟ لا تصير عبيدا للناس. في واحد يمشي مع الموجة، يمشي مع الطيار زي ما الناس تعمل، يعمل يقول أنا هقف وش الطيار ليه؟ طب ما أنت كده بقيت عبد للناس، أما الناس عملوا لك إيه عشان تمشي وراهم كل ده؟ كان الأولى تمشي ورا المسيح له المجد اللي اشتراك، واشتراك بثمن غالي. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. تلاحظوا أغلب الخطايا في المجتمعات بتكون نتيجة مجاراة الناس. الناس بتكذب فالناس يوم يكذب، الناس بتنافق فيقع في النفاق، الناس مشغولة بالفلوس زيادة هو كمان ينشغل بالفلوس زيادة، الناس بتخاف يقوم هو كمان يخاف. طب ماذا كل ده عبادة بشر. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال إن أحب أحد أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. ليه؟ لأن هما لو حبوهم أكثر من المسيح له المجد هيعبدهم، هيرضيهم على حساب ربنا، هيتنازل عن حاجات كثيرة عشانهم وعلى حساب المبادئ الروحية. عدد 25. وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن، ولكنني أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. العذارى يقصد بيها كل الشباب، حتى الشباب الولاد يعني اللي لسه ما دخلوش في علاقة زوجية. فهو في الوقت ده كان في ضغوط كتيرة على الكنيسة، كانت أيام صعبة، وكان اللي يدخل الإيمان يتعرض إلى اضطهاد شديد من أهله ومن المجتمع. فهو بيقول لهم أنا صحيح ربنا مش قايل لي رسالة مباشرة تجاه الشباب دول العذارى دول، لكن أظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. هنا تشجيع البتولي ونسبها المرة دي للضيق الحاضر، قال بسبب الضيقات والاضطهادات. يعني أنا بقول، ده بولس بيقول، الأفضل يفضلوا كده ويعيشوا كده، لأنه لما يدخلوا في زواج وأولاد في الأيام الصعبة دي هتبقى المعاناة أكتر. وبما أنهم دخلوا الإيمان ومشغولين بربنا خليهم يكملوا حياتهم القصيرة اللي فاضلة دي في خوف ربنا وعبادة ربنا، بدل ما ينشغلوا بحاجة تانية. ده رأي واحد، قديس بتول جرب البتولية، مكرس قلبه وعقله وجسده وحياته كلها لربنا، فشايف السكة دي حلو وفرحان بيها. نعم، بعد كده هيقول أنا برضو مش بقولها كأمر، أنا بقول إن ده ممكن يكون مناسب بسبب الضيق الحاضر. وفعلا لما تقروا التاريخ المسيحي تلاحظوا أن فترات الرهبنة زادت في الفترات اللي كان فيها اضطهاد وضغط جامد على الكنيسة، لأنه كانت الناس دايما متوقعة المسيح هيجي بسرعة، ومع الألام والضيقات خلاص الواحد يفقد طموحه الأرضي حتى لو ما كانش غلط، ويبقى بس عاوز يجهز نفسه للأبدية فيفكر في سكة البتولية. لما بيقول ليس عندي أمر من الرب فيهن، ده معناه أن في أوامر أو وصايا صريحة من ربنا، وفي بعض الأمور تترك لواقع الأيام ورأي رعاة الكنيسة. وبرضه ده مش معناه أن هم بيتحركوا بدماغهم، لا، ده كل شيء بالروح القدس. فبيقول أعطي رأيا كمن رحمه الرب أن يكون أمينا. يعني ما تاخدوش رأي كده مجرد رأي، ما تنسوش أن أنا أمين عليكم، ده بولس بيتكلم من رحمة ربنا علي، لأنه بولس ما يحبش ينسب فضيلة لنفسه، فيقول قبلها من رحمة ربنا علي أنه خلاني أمين. هو عاوز يقول ما تقلقوش من توصياتي، أنا مش متطرف في حكمي، أنا ببصص لكم كأب، ببص لمصلحتكم من واقع الأمانة المحطوطة علي، ودي رحمة ربنا أنه رحمني وخلاني أمين. فرسلت لتيموثاوس يقول كده، الرب قواني وجعلني أمينا للخدمة، دعاني وخلاني أمين للخدمة.
وتفاضلت نعمته علي جدا. يعني أنا ملياش فضل، ده نعمة ربنا اللي خلتني أتحول من شاول الطرسوس اليهودي المتعصب إلى بولس الرسول الوديع المحب للناس. أظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر، أنه حسن للإنسان أن يكون هكذا. أنت مرتبط بامرأة يعني متجوز فلا تطلب الانفصال، وأنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة. هل هنا بيوافق على الانفصال؟ لا، زي ما علمونا الأباء هنا يقصد الانفصال بسبب إما الوفاة زي ما هيذكر بعد كده الترمل، وإما السبب الواضح هو زنا الطرف الآخر، أو الطرف الآخر فارق لأنه لسه غير مؤمن. يعني قلنا مثلا راجل وثني ومراته بقت مسيحية، هو خلاص مش عاوزها، خلاص هنا بيوصيها بالله خليكي كده أحسن، كملي حياتك كده أحسن مع ربنا، هتقعدي تفكري في جواز تاني ليه؟ مع أن يحق لها جواز لأن الطرف غير المؤمن هو اللي فارق. أو جوزها وقع في خطية الزنا والكنيسة سمحت لهم بالانفصال. أنت مرتبط بامرأة لا تطلب الانفصال، أنت منفصل عن امرأة لا تطلب امرأة، لكنك وإن تزوجت لن تخطئ. يعني إن تزوجت لأن امرأتك مثلا غير مؤمنة وثابتك مش خطية، زي برضو الأرمل لو تزوج مش خطية، العذراء اللي كانت عاوزة تعيش بتول وبعد كده حست إنها مش هتقدر ووافقت على الجواز مش خطية. إن تزوجت العذراء لم تخطئ، يعني لو كانت نفسها تعيش بتول وبعدين حست مش هتقدر على السكة دي مش بتعمل حاجة غلط، الزواج مش غلط. ولكن مثل هؤلاء يكون لهم ضيق في الجسد. يعني إيه؟ يعني بالذات إذا كانت واحدة مكرسة أو يعني حبت البتولية فترة وبعدين لقت نفسها مش هتقدر تكمل، ساعات لما تتجوز تبقى عندها نوع من القلق أو الندم الداخلي، إحساس إنها سابت سكة ودخلت في سكة تانية، أحيانا يحصل كده. أو إذا كانت دي الزوجة التانية يعني بعد الترمل مثلا، أحيانا ما تبقاش مرتاحة برضو في حياتها. أما أنا فإني أشفق عليكم، يعني بولس لما بيقول يفضل البتولية هو مش بيضغط عليهم، هو بيقول أنا حاسس مع الأيام الصعبة دي والاضطهادات الشديدة وجود خطايا كتيرة، إن اللي يقدر يعيش مع ربنا ويركز مع ربنا بس إياك، اللي مش هيقدر لا لازم يتجوز. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر. تدافع تاني، مش بس الوقت كله ضيق سبب الضيق الحاضر، في دافع تاني ان الكنيسة مع شدة الاضطهاد حاسة ان المسيح على الابواب، فاحساس الشخص ان ايامه قلت يدفعه انه ما يغيرش حياته بقى. زي واحد مثلا او واحدة تترمل في سن كبير شوية فيقول خلاص احنا هنعيش قد ايه، خلينا نكمل ايامنا لربنا خلاص، ومال الوقت مقصر، خلينا ندي كل الوقت اللي فاضل لحياة مقدسة روحية. وإن كان كل شوية يقول لكن الجواز مش غلط، كل شوية راجع يقول الجواز مش غلط، هو كشخص مستمتع بحياة البتولية والتكريس الكامل لربنا شاف سكة حلو فعاوز يشجع كل الناس على كده. أما أنا فإني أشفق عليكم، هيوضح الحتة دي. فأقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم. يعني فعلا في الأيام الضيقات والمشاكل الكبيرة بيبقى الواحد اللي متجوز ده اللي مش متجوز، يعني إيه؟ مش مستمتع بحياة زوجية ولا مركز في بيته ولا مع أولاده، لأن في ضيقات شديدة، في اضطهادات، في ألام، في فقر، في أوجاع. الأوجاع دي تخلي الكل يتسوى ببعض لأنه ما عادش في الحياة الاجتماعية الهادية اللي قبل كده. والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول. يعني إيه؟ لما الواحد يكون شايف المسيح قرب والمشاكل كترت والاضطهادات كترت
ما يبقاش في حاجة تفرق عن حاجة، المهم ان ربنا قرب يجي وخلاص. اللي بيشتري مش لاحق يستمتع باللي بيشتري، كأنه ما ملكش حاجة. واللي اتجوز مش فرق كتير عن اللي ما اتجوزش. واللي الأيام خدماه ومدياله فلوس كتير مش فرق كتير عن الشخص الفقير اللي ما عندوش. يعني ايه؟ بما ان هيئة هذا العالم تزول، لا هيفرق غني عن فقير، ولا هيفرق واحد صاحب عيال واحد ما عندوش عيال، اهي في الاخر كلها بتتسوى ببعض. هذا المعنى اللي يقصده. بما ان الايام قصيرة يبقى مش فرق كتير، فاللي يقدر يدي عمره كله ربنا احسن. ده رأي معلمنا بولس. فاريد ان تكونوا بلا هم. غير المتزوج، وبرضه عمال يشجع البتولية، يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب. يعني لما يكون واحد عايش مع ربنا وبدون زواج، شغله الشاغل يرضي ربنا. برضو دي تفرقنا عن العزوبية. تاني بنقول مش كل عزوبية بتولية، او مش كل واحد متجوز احسن. لا طبعا، ده ممكن واحد يكون متجوز لان ما جاتش الفرصة، او معرفش يتجوز. في الحالة دي ما ينطبقش عليه الكلام، لانه هل هيكون فعلا يهتم فيما للرب في كل حاجة؟ يا ريت تبقى بتولية. البتولية ليست ترفعا عن الزواج، وانما تكريس لله بكل الكيان. لكن هي الغرض فيها مش مجرد واحد ما يتجوز، لا، ده واحد مشغول بربنا لدرجة حتى الحاجات الطبيعية والاهتمامات النفسية والاجتماعية العادية تسامى عنها وبقى مشغول بربنا بس. فأنا بيتكلم عن الشكل ده لأن هو برضو عايش. فبيقول غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضي الرب، أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته. واحد يقول بقى ده هنا بقى ضد الجواز بقى. لا، هو مش ضد الجواز، لأنه اللي يقرأ بولس في كل كلامه في أفسس 5 بيتكلم أجمل كلام عن الجواز. يقول لازم يحب الراجل مراته زي نفسه، والزوجة تحب جوزها زي نفسها، والمسيح والكنيسة هما المثل الأعلى، والراجل يبقى مستعد يفدي مراته ويموت بدلها. فكلام جميل قوي بالرغم من اللي بيقوله برضو بولس البتول. لكن هنا كان الكلام مع ناس اولا في شرور كتير حواليهم، ومعاني الجنس متلخبطه عند بعضهم بسبب الانحلال اللي في المجتمع حواليهم، في ضغط شديد قوي على الكنيسه واضطهاد شديد على المؤمنين، في نوع من التساؤلات واللخبطه في المفاهيم، فعمال يوزن المسائل ويقول لهم البتوليه جميله وحلوه، انما الزواج يصون الانسان، الزواج مش خطيه، الزواج ده حلم من عطيه من ربنا. لكن طبيعي المتجوز لازم يدي وقت من مخه وكيانه اهتماماته ببيته. انما اللي مش متجوز خالص كل اهتماماته رايحة لربنا، ان كان هو فعلا عايش حياة مقدسة. هيقولها بطريقة تانية على عايدة على الستات، ان بين الزوجة والعذراء فرق. لان ممكن واحدة تقول ايه، ما انا احسن من اي رهبة. نقول لا، طب استني شوية بس كده شوفي. غير المتزوجة الرهبة دي تهتم فيما للرب لتكون مقدسة جسدا وروحا. فيبقى برضو هي مدية كل حياتها وكل وقتها لربنا. أما الزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها. كلمة تهتم فيما للعالم دي مش مقصود بها خطية، إنما فيه اهتمامات دنيوية بس مش خطية. يعني هي لازم تطبخ لجوزها، هي بقى لو رهبة مش هتطبخ، هتقعد تصلي بس. فمعنى كده في نوع من العطلة. فمن هنا بيتكلم بولس الرسول مش بيتكلم عن حاجة غلط وصح، عن حاجة حلوة وحاجة أحلى. وده اللي هيقولها، إن الجواز ده عطية وحاجة كويسة قوي، بس في حاجة أحلى للي يقدر، اللي هي التكريس الكامل بس اللي يقدر. وحججه في هذا الأمر إن الأيام شدت علينا، الأيام قصيرة كده كده، الوقت مقصر والأيام شريرة، وفي ضيق حاضر حوالينا وهكذا. هذا أقوله لخيركم. يعني برضو في الآخر بيقول أنا بقول كده عشانكم، عشان مصلحتكم، ليس لكي ألقي عليكم وهقا. يعني أنا مش بقول كده عشان أتعبكم، يعني اللي ما يقدرش على كده يتجوز وضميره مرتاح تمام. إنما بقول، ده بولس برضو، إنه أتمنى اللي يقدر ويحب ربنا قوي يكمل سكته كده، لعل كده يكون أنسب له من
مشاغل أخرى. ليس لكي ألقي عليكم مهقا، بل لأجل اللياقة والمثابرة للرب من دون ارتباك. يعني إيه؟ يعني كل غرضي إن أنتم بتبقوا عايشين بلياقة كما يليق، من غير ارتباك بالدنيا، من غير وراك وراك وراك، ما هي وراك دي بتعطلك، إنما ما وراكش غير ربنا، يا بختك. ولكن إن كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم أن يصير فليفعل ما يريد، إنه لا يخطئ فليتزوج. يعني إيه؟ دي لها أكثر من تفسير. تفسير الأولاني عذرائه يعني جسد، واحد اختار سكة البتولية محمولا على الدوافع اللي قالها بولس الرسول، تكريس القلب والوقت والجسد والفكر وكل حاجة. بعد شوية عذراويته يعني جسده بقى حاسس انه لأ له طلبات وخايف منه، خايف ما يقدرش على الحياة دي، فهنا بيقول له ما فيهاش حاجة، انت مش هتعمل خطية لما تتجوز. عشان كده تلاحظوا بناء على القاعدة دي كل الأديرة بتسيب الشاب من دول أو الشابة فترة طويلة تحت الاختبار، لأن ممكن بعد سنة يكتشف أنه مش قادر على السكة، له احتياجات أخرى، نفسه يبقى له أسرة وزوجة، أو نفسها يبقى لها زوج بتاع، تقوم الأمهات أو الأباء الرهبنة يقولوا للشاب من دول ارجع واتجوز وربنا يبارك لك، أنت ما عملت ما بتعملش حاجة غلط. بس هنا ايه، جت بعد فترة اختبار فاكتشف ان السكة اصعب منه او هو ما يقدرش عليه. ان كان احد يظن انه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه اذا تجاوزت الوقت وهكذا لازم ان يصير فليفعل ما يريد. برضو البعض فهمها انه احيانا في الوقت ده بسبب الحماس الروحي الشديد ممكن واحد يخطب واحدة او يتجوزها ويبقى الاثنين في ناحية بتولية، بعد شوية يلاقوا نفسهم مش قد الحكاية دي، هم انبهروا بالفكرة وتحمسوا لها وحبوا يعيشوا ربنا، انما لقوا حاجاتهم الطبيعية برضو بتضغط عليهم، قال له خلاص وماله، انت ما بتعملش حاجة غلط، اتجوز دي مراتك كده كده ودي حلالك، ما بتعملش حاجة غلط، حتى لو كنت في الاول عاوز تخليها عذراء دي حاجة بتاعتها. برضو شوفوا مستوى التعليم المسيحي، شوفوا في الوقت ده كانت كورنثوس الخطايا حاجة عادية والزنا ده حاجة عادية، شوفوا في نفس الوقت الكنيسة بتوصل بولادها إلى أي مستوى من النخاوة وبأي مستوى من التسامي، إن هي بتقول لهم البتولية واللي ما يقدرش يتجوز والاثنين حلوين، إنما طبعا زوجة واحدة وزواج مقدس. لكن نشوف الفرق بين كده وبين التفكير اللي في الدنيا، فرق ضخم بين ناس عايشة في قداسة بتحاول تتشبه بالملائكة من هنا على الأرض، وللضغط الحاجة بتعيش حياة مقدسة في شكل الزواج المقدس اللي كل الكتاب بيتكلم عنه، وبين العالم اللي بيبيح أشكال من الخطايا الجسدية بشكل يعني بعيد تماما عن تعليم الإنجيل. برضو البعض قال إن الآية دي ممكن تكون أب عاوز يحافظ على بنته عذراء عكس اللي بيحصل دلوقتي، كل أب عاوز يجوز بنته خلاص، إنما هنا ممكن يقول يكون الكلام لبعض الآباء اللي من حبهم في ربنا زي ما تقولوا ندروا بناتهم يعيشوا ربنا، فبيقول واحد يظن إنه يعمل بدون لياقة نحو عذراء، يعني ابتدى يحس إن بنته مش هتستحمل الدعوة دي وهيزقها زق على الرهبنة وهي مش قدها إذا تجاوزت الوقت، يعني جه وقت الجواز وابتدت تفكر في الجواز وهو اللي كان نفسه إنها تكمل بتول، فقال لا ليه يعمل كده فليتزوجها، يعني إيه خليه يجوزها لأي حد هو مش بيعمل حاجة غلط لأن هي مش قد الدعوة دي. أما من أقام راسخا في قلبه، أما مين بقى اللي بينجح في دعوة البتولية؟ واحد تاني، يعني ورانا الأشكال اللي ممكن في فترة يكونوا نفسهم يعيشوا كده وما قدروش، ما يقولوا فيش حاجة غلط، إنما في واحد يبقى بقى جديد وقوي جواه، فيقول من أقام راسخا في قلبه
وليس له اضطرار، بل له سلطان على إرادته، وقد عزم على هذا في قلبه، يعني في رغبة ملحة في قلبه يعيش بتول، أن يحفظ عذراؤه جسده أو عذراويته، يعني تكريسه يعني بتوليته حسنا يفعل. يبقى محدش يكمل السكة دي إلا اللي كان جواه إرادة قوية ووضوح للدعوة، ووضع راسخا في قلبه أنه يحافظ على نفسه بقية حياته في بتولية مقدسة. له سلطان على إرادته، تعبير جميل حتى بعيدا عن الموضوع، ياريت كل الناس يبقى عندها سلطان على إرادته، يقول لنفسه لا يعني لا. بيقول قد عزم على هذا في قلبه، محدش بيضغط عليه ولا الظروف، ده هو باختياره الحر نفسه يكمل السكة دي حسنا يفعل. خلاصة الكلام ايه؟ اذا من زوج فحسنا يفعل، ومن لا يزوج بالمعنى الروحي يعيش بتول يفعل احسن. يبقى الحكاية بانت، طيب الاثنين احسن من بعض، حلوين. الزواج مقدس وشريعة الهية، ومن أجل هذا أترك الرجل أبا وأم والتصق بامرأته، يكون الإثنان جسدا واحدا، وما جمع الله لا يفرق إنسان. دي حاجة حلوة حسن. إنما في حاجة أحسن في المسيح له المجد، إن الناس حتى اشتياقا للحياة الأبدية وتشبها بالملائكة، حتى الزواج الطبيعي تترفع عنه، ولكن بدون تحرك وبدون كبت وبدون ضغط من الخارج، بحب حقيقي وراسخا في قلبه وله سلطان على إرادته. خلاص اللي عاوز السكة دي يبقى بيعمل أحسن. طبعا الكلام ده هو اللي كان من دوافع بقى الرهبنة، الخلفيات دي كلها هي اللي بتبنى عليها أسس الرهبنة. عشان كده في واحد يقولك الرهبنة ده اختراع. اختراع ازاي؟ ده طالع من الإنجيل. مين قال ان ده اختراع؟ هم الرهبان بيعملوا حاجة غلط، هم حققوا كلام الإنجيل بالشكل المتساني اللي اغلب الناس متقدرش عليه، لانه في متى 19 يقول مش كل الناس مدعوه للسكه دي، كل واحد على قد دعوته. اغلب الناس مدعوه للطريق الطبيعي اللي هو طريق الزواج، انما في بعض الناس مدعوه لطريق افضل. من زوج حسنا يفعل، ومن لا يزوج يفعل احسن. المراه مرتبطه بالناموس ما دام رجلها حيا، ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. هي حتى اللي كنا بنقولها المرة اللي فاتت، إن أي زواج مسيحي لابد أن يكون في الرب فقط. في الرب يعني إيه؟ يعني لازم شخص مؤمن بشخص غير بشخص مؤمن. ما ينفعش أبدا زواج يبدأ مع شخص غير مؤمن، يبقى في الرب إزاي؟ الاثنين لازم يكونوا في المسيح له المجد. فبيقول هنا قضية الأرامل أو الترمل، بيقول حسب الناموس المسيحي كان أو حتى الناموس اليهودي، المرأة مرتبطة برجلها طول ما هو عايش، وبالتالي لو راحت لواحد تاني تبقى خطيب ذنب. لكن إن مات الرجل هي حر، بيحق لها الجواز، يحق لها، مش ضروري تتجوز، إنما مش غلط تتجوز الأرمل أو الأرمل. لكن إن كانت تتزوج بمن تريد لابد أن يكون الزواج في الرب. برضو كلمة المرأة مرتبطة بالناموس، واحد يقول الله مش بولس ده قاله عدو الناموس؟ لا، هو مش عدو الناموس اليهودي، لأن الناموس ده كلمة ربنا، هو عدو الحرف. لما اليهود حبوا يدخلوا المسيحية في شكل حرفي ويرجعوا السبت والفرائض الحرفية والذبائح الحيوانية، بولس وقف له قال لهم لا، ذبيحة ذبيحة المسيح، واليوم يوم الحد، والفرائض الحرفية دي راحت لحالها، عندنا حرية الحياة مع ربنا. إنما أسس الناموس شريعة الله، هل لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، بطلت؟ لا طبعا ما بطلتش. وهكذا شريعة الزوجة الواحدة ما بطلتش، وهكذا شريعة الارتباط راجل بمراته وما ينفعش مراته تبقى الواحد تاني طبعا ما بطلتش، لأن المسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل. فهنا حتى بولس اللي كان في وقت الناس فاكراه ضد الناموس بيقول بحسب الناموس بقول الراجل اللي مرتبط بمراته ما يسيبهاش وما تسيبوش، ولو مات طرف منهم يحق للطرف الآخر الارتباط
في الرب فقط، ولكنها أكثر غبطة، غبطة يعني سعادة، إن لبست هكذا بحسب رأيي. قال حسب رأيي أنا بقى وخبرتي، أتمنى للأرملة من دول إنها تكمل حياتها مع ربنا وتشبع بربنا وتخدم ربنا لغاية ما تروح السماء. بحسب رأيي أرى في هذا أكثر غبطة من مجرد الحياة الطبيعية. ده معناه أن الحياة الزوجية الطبيعية مغبوطة، ولكن هناك حياة أكثر غبطة. واضحة؟ لأن هنا الأفضلية للبتولية، لكن ده مش معناه الجواز حاجة مش مفرحة، مفرح، ولكن أيضا التساني بالبتولية مفرح أكثر. وأظن أني أنا أيضا عندي روح الله، لألا واحد يقول له طب ده رأيك ما يهمناش، لا يقول طبعا ما تاخدوش رأيي كرأي، أنا كمان في روح ربنا، مش بقول الكلام ده كده من دماغي، أنا بقوله عشان تعرفوا أنه ربنا يفضل التكريس الكامل. إصحاح 7 إصحاح كبير وعميق وجميل، وأتمنى كلنا نقرأ تاني لأنه محطوط فيه كل القواعد في الزواج والبتولية وحتى الترمل. فلاحظوا فيه قدسية الزواج وأفضلية أو تساني البتولية، ولكن أيضا مرونة الرعاية أو مرونة الكنيسة الأم في التعامل مع أولادها. لو كان ربنا طلب مننا كلنا بتولية كان ناس كتيرة ما قدرتش، وكانت تبقى السكة مستحيلة، وراحوا ناس كتير ما وصلوش. إنما ربنا يسوع له المجد أول ما بدأ خدمته دخل عرس قانا الجليل وبارك الزواج. لكن لما قالوا له على يوحنا المعمدان رمز البتولية، قال لهم طبعا ده حاجة حلوة قوي، ماذا خرجتم لتنظروا أقصبة تحركها الريح؟ كلا أقول لكم أنبي وأعظم من نبي. وبدأوا هم بقى يوقعوا في يوحنا، يقولوا له طب أنت بتاكل وبتشرب، يوحنا ما بياكلش وما بيشربش. قال لهم أنت مش عاجبكم العجب، لأن المثل بيقول ضمرنا لكم فلن ترقصوا، نحنا لكم فلن تلطموا. جه يوحنا المعمدان لا بياكل ولا بيشرب وعايش في الصحراء، قلت في شيطان. جه ابن البشر المسيح له المجد ياكل ويشرب، قلت عليه أكل وشريب خمر، يعني شتموه أو طلع عليه سمع وحش، محب للعشارين والخطار. يعني لا عجبكم يوحنا المعمدان في نسكه، في زهده، في بتوليته، في تساميه، ولا عجبكم المسيح له المجد في شكله البسيط اللي عايش وسط الناس وبياكل ويشرب معاهم، ادعيته عليه ادعاء تاني. ففي ناس ساعات ما بيعجبهاش العجب، يقول لك الرهبان دول متطرفين، سابوا الحياة الطبيعية. طب انت زعلان ليه؟ هم رايحين يعيشوا مع ربنا قلبا وقالبا. إن كنا احنا مش قد الرسالة دي خلينا نبص لهم بإعجاب واحترام، إنما مش عشان نتهكم عليهم. والحياة الطبيعية المقدسة موجودة قدامنا كلنا، ربنا يسوع جه عاش وسطينا. لو عارفين المسيح عاش في الصحراء طول الوقت كان يبقى المثل الأعلى مرهق لينا كلنا، إنما عاش وسطينا وبالتالي قدس كل ما في الحياة، قدس الشغل وقدس الأكل والشرب ودخل الأفراح وبارك العيال، كل شيء أصبح مقدس. إصحاح 8 قضية أخرى من القضايا اللي شغلت أهل كورنثوس وكانت سبب تساؤل أو تساؤلات، هي قضية ما ذبح للأوثان. في الوقت ده كان لما يذبحوا أي حيوان يذبحوه إما لصالح الهيكل الوثني أو على اسم إله وثني. كانت دي عادة الشعوب الوثنية، هما دلوقتي في كورنثوس ودي بلد يونان كلها أوثان. فلما الإيمان دخل البلاد دي اتكون فريقين من الناس، فريق يميل للتزمت شوية وبقى يخاف ياكل أي حاجة يقولوا لحسن تكون اتذبحت على اسم الإله الفلاني تبقى تنجست، أو لألا تكون فلوسها رايحة للهيكل الوثني يبقى أنا شاركت في عبادة الأوثان. دول جماعة المتشددين. في ناس تانية بضمير قوي بقت تقول يا عم وثن إيه بس وهيكل إيه، ما طلعت كلها كلام فاضي، لا في وثن ولا في هيكل وثني، الأكل هو الأكل. فإذا بقى في فريق بياكل ببساطة
من غير ما يسأل، وفي فريق بقى بيحسلك وبيقلق وما بيأكلش. مشكلة كبرت عن كده أننا ابتدى كل فريق يدين الفريق التاني. ما انت عارفين كورنثوس كانت فيها حزبية، فبقت المجموعة المتشددة بتقول شوف المستهترين بيأكلوا اللحمة مع الأوثان، والجماعة اللي بيأكلوا يقولوا شوفوا المتزمتين الحرفيين اللي عاملين زي اليهود مش عاوزين يأكلوا الخير اللي ربنا بعته. فدول بقوا يتكلموا عن دول، ودول مش عاجبهم دول. فالظهر بعت البولس الرسول يقولوا له ايه رأيك، ناكل ولا ما ناكلش؟ المشكلة دي هتناقش اكتر في شهر اصحاح 10، يعني هنبتديها دلوقتي في اصحاح 8 وهتكمل في اصحاح 10، وجزء منها هيوضحه كمان في رسالة روميا، لانها كانت مشكلة في كل البلاد اللي فيها اوثان، مشكلة الاختلاط بالمجتمعات الوثنية، حدود الاختلاط ايه. فيقول اما من جهة ما ذبح للاوثان، ده يوحي ان كان في سؤال جاله بخصوص الموضوع، او ان دي قضية معروضة عليه ومطلوب فيها رأي ورد، زي البداية بتاعت الصح اللي فات لما قال اما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها، وبدأ يتكلم عن الجواز والبتولية. صح، ده بيقول اما من جهة، يبقى في اكتر من موضوع مطلوب رأي بولس فيه. فنعلم ان لجميعنا علم، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. حكاية ينفخ دي يعني ايه؟ يعني الفريق ده بقى بيتنفخ على الفريق ده، او بيفتخر عليه ويقول انتوا ناس مستهترين بتاكلوا خلاص، والفريق ده برضو منفوخ وبيقول انتوا ناس حرفيين متزمتين ما عندكوش حرية اولاد الله. فالاتنين وقعوا في نوع من الانتفاخ او الافتخار بادعاء ان الطرف التاني ما بيفهمش. واخدين بالكم؟ ما هي دايما الكبرياء كده، يخلي الواحد يحس ان هو بيفهم والباقيين ما بيفهموش. فكل فريق اتهم الفريق التاني بكده، قال لهم بالراحة بس، نحن لجميعنا علم، دول بيفهموا دول بيفهموا، ليه تحكموا على بعض ان في فريق ما بيفهمش؟ ليه اللي عنده شوية علم فاكر نفسه هو بس اللي بيفهم؟ العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. ده مبدأ مهم قوي، وآية يا ريت ننشغل بيها. مش معنى انك انت فاهم شوية انك تحتقر او تستهين بالناس اللي العلم عنها محدود، عندها محدود. ما هو اصل القضية مش بالعلم ولا بالعقل، المحبة هي اللي بتكسب، والمحبة هي اللي بتدخل السم، بدليل ان اقرب ناس للملكوت هم الاطفال. طب هم الاطفال علمهم قد ايه؟ علمهم محدود جدا. بولس في كورنثوس 13 يقول لما كنت طفلا كطفل كنت افتكر، وكطفل كنت افطن، ولكن لما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. فالعلم مش هو محك دخول السم. ياما علماء بيهلكوا، وربنا يسوع له المجد قال احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. الواحد لازم يخاف من العلم، مش يخاف يعني يبعد عنه، يخاف ان العلم ينفخه. مش معنى انك عرفت ودرست الانجيل وعرفت كتير انك تبص للي معرفش كأنه جاهل او متخلف، ده ممكن يسبقنا كلنا لو حب ربنا وحب الناس اكتر مننا. سكة الملكوت محتاجة حب، المحبة تبني، انما العلم قد لا يبني. اذا وجد فيه الكبرياء يبقى مش هيبني الانسان، ده هيضره، ده هيهدمه. انما علم مع تواضع طبعا ما يضرش، يعني العلم بذاته مش غلط. لكن معلمنا بولس بحكمته قال نعلم ان لجميعنا علما، يعني ايه؟ زي ما تقولوا جه صف الكل في الاول وقال يا جماعه انا شايف ان كلكم بتفكروا كويس، كلكم بتفهموا، كلكم كل واحد معاه حق في حته. اللي شايف انه ما ذبح للاوثان ما فيش حاجه اسمها اوثان هو اكل والسلام معاه حق، واللي شايف انه ضميره خايف يكون بيشاركهم عباده الاوثان برضه معاه وجهه نظر، انما هنشوف هو هيميل لانهي وجهه نظر. لكن الاتضاع في حل المشاكل انك تحترم وجهه نظر كل طرف، ولا تتهم طرف بالتخلف
أو بقلة العلم. العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. عشان كده الأفضل أن تحب أكثر من أن تعرف. واللي بيحب يدخل السماء، إنما اللي بيعرف مش دايما يدخل السماء. هتبان دلوقتي. فيقول: فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. أول درس في المعرفة، إذا كنت تعرف حاجة افهم أن اللي تعرفه ما يجيش حاجة جنب اللي ما تعرفوش. وإن كنت قد عرفت شوية حاجات فلازم تفهم أنك لم تعرف بعد كما يجب أن تعرف. عارفين زي إيه؟ زي واحد معلم ابتدائية مثلا، ماشي بقى إيه، باصص لكل الناس، أنا خلصت سنة ست، أنا معايا ابتدائية، أنا بفهم، مش عاوز يحترم أبوه ولا خاله ولا عمه ولا كبير ولا صغير. نقول له: عم ابتدائية إيه ده، لسه في إعدادية وفي ثانوية وفي بكالوريوس وفي ماجستير وفي دكتوراه، أنت خلاص كده جبت يعني العلم كله. إنما هو يبقى ممكن يتنفخ على كده ويقول أنا عرفت، فيبقى الرد: أنت معرفتش كفاية، أنت معرفتش كما يجب أن تعرف، لسه بدري. الحياة الروحية كده، واحد يمشي خطوتين يعرف حتتين من الإنجيل يقول بس أنا بقيت فاهم وعارف. عارف إيه؟ ده بحر ملوش آخر. ده معرفة ربنا دي حاجة بلا حدود. أنت بتتكلم في إيه؟ ده إحنا كأننا لسه بنتمشى على البحر، ده مطلوب ندخل جوه ونغوص في الأعماق. فالواحد كل ما يقرب من ربنا يعرف إنه جاهل تماما ولا يعرف شيء. دي المعرفة الحقيقية. إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. يبقى أول درس في علاج القضية دي هو التواضع. إن اللي يعرف حاجة يتضع ويقول أنا معرفش كل حاجة، يجوز معاهم حق، يتكلم كده، استنوا لما نشوف وجهة نظره. يبقى فيها حتة التضاع، مش يدعي المعرفة الكاملة والطرف التاني ما بيفهمش. ليه كده؟ هو ربنا هيديك انت مش هيدي غيرك ليه؟ ساعات برضو واحد يجي يعلم الناس ويعتبرهم هو بيعلم ان دول ما يعرفوش حاجة خالص. صدقوني ساعات في خدمة الناس الفقراء كده، يدخل واحد من البهوات يعني الافندية يعني، ويدخل على ناس بسيطة ويعلمهم مثلا لازم تصلوا وازاي الواحد يصلي، وبعدين يقف في الاخر يطلع من البيت يقول لها: يا امي، ست عجوزة وغلبانة، امي صلي. تصلي صلوة هو ما يعرفش يصلي، هو قاعد يديها درس في الصلاة، انما هي بقى بجد تعرف تصلي احسن منه 100 مرة، لانها طول النهار بتكلم ربنا وبتنادي ربنا وبتحب ربنا وبتدعي ربنا وبتدعي لكل الناس بالخير. صلاة متكاملة نقية تقية. هو ما يعرفش، هو معلم يقول زيها. فإذا الواحد ممكن العلم ينفخه، إنما المحبة أهم. ولكن إن كان أحد يحب الله، يعني أهم من المعرفة بالعقل أنك تحب ربنا، إن كان أحد يحب الله هذا معروف عنده. كنا نتوقع أن يقول إن كان حد يحب ربنا أهو ده بقى اللي يعرف ربنا، وهو بيوازن بين المعرفة وبين المحبة. فبيقول العلم أو المعرفة بينفخ، إنما المحبة بتبني. والأولى أنك تحب ربنا أكتر ما تقول بعرف. واللي بيحب ربنا فعلا يبقى ده يعرف ربنا صح. إنما بعد بدل ما قال إن كان أحد يحب الله هذا يعرف الله، قال إن كان أحد يحب الله هذا معروف عنده. طب يا رب هو في حد انت ما تعرفوش؟ ما انت عارف كل الناس، يعني ايه معروف عنده؟ لما الواحد يقرب من ربنا، حتى كلمة يعرف ربنا برضو كلمة مجازية، لان ربنا غير محدود ما يتعرفش كاملا. انما لما بيحب ربنا ويقرب من ربنا بيتعرف من ربنا اكتر اكتر، يعني ما ربنا برضو عارف الكل، يعني بيبقى له مكان عند ربنا أكبر. تبان في إيه؟ في متى 25 ربنا يسوع له المجد كان بيتكلم عن اليوم الأخير وتمييز الكويسين من اللي هيضيعوا. وكانت الحتة بتاعت كنت جوعانا كنت عطشانا كنت عريانا،
وبعدين هنا ربنا يسوع له المجد يقول للفريق الوحش، يقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين انا لا اعرفكم. تعرفين ردهم كان ايه؟ يا رب استنى، ما تعرفناش ازاي؟ اليس باسمك تنبأنا؟ باسمك صنعنا قوات؟ باسمك اخرجنا شياطين؟ قال لهم ما عرفكوش. لو خدناها بحرفيتها نتلخبط، وفي حاجه انت رب ما تعرفهاش ويعرف كل حاجه. انما ما عرفكوش يعني ايه؟ ما فيش بيني وبينكم عشرة، ما فيش بيني وبينكم علاقة حقيقية. انتوا استغليتوا اسمي لحسابكم، وتجربتم لحسابكم، واستوفيتوا اجركم، انما انا ما عرفكوش. التانيين يقول لهم تعالوا يا مبارك يا ابي انا عارفكم كويس. اذا المحك مش قد ايه انت تعرف ربنا، المحك قد ايه انت معروف عند ربنا. قد ايه انت معروف عند ربنا. هديكم مثل تاني. لما مريم وهارون صعب عليهم من موسى لما اتجوز المرأة الكوشية حبشية، وبعدين قالوا عليه كلام مش كويس، ربنا جازاهم بالبرس، وبعدين وقف موسى يشفع فيهم، فربنا جاب هارون ومريم وقال لهم ايه؟ بصوا بقى، انا عشان اكلم واحد فيكم بكلمه في رؤية، انما انتوا عارفين انا بكلم موسى ازاي وجها لوجه. يعني عاوز يقول لهم علاقتكم بيا ما تجيش حاجه جنب علاقه موسى بيا، موسى معروف عندي اكتر. ازاي انتوا تدينوا موسى وتحكموا عليه اذا كنت انا مش رافض اللي بيعمله؟ فهنا تبان حته معروف عنده. موسى معروف عند ربنا قوي، لان الموضوع مش معلومات، ده عشره طويله، كام 40 يوم صهر في الجبل يصلي ويصوم، هذا معروف عنده. برضه في كورنثوس 13 يقول ايه؟ بولس يقول احنا بنعرف ربنا قد كده في الدنيا، مخنا محدود ومعلوماتنا محدوده ومعرفتنا محدوده، لكن حينئذ في السماء ساعرف كما عرفت. يبقى القضيه اكثر برضه ايه؟ كم يعرفني الله، مش كم اعرف الله. ربنا بقى بيعرفك اكثر كل ما تحبه اكثر. يعرفك يعني ايه؟ يعني تبقى غالي عنده، يعني يبقى لك دال عليه، يعني تبقى قريب منه. هو عارف كل حاجه من الناحيه النظريه طبعا، انما معروف عنده زي ما تقول ايه، عاوز حاجه، عاوز ورقه للوزير الفلاني، يقولوا لك بص فلان معروف عنده، فتروح لفلان عشان يشفع لك عنده، اصله معروف عنده. مش الوزير، مش هو يعرف الوزير، الوزير يعرف. فهنا قالها لنا بطريقة جميلة، قال إن كان أحد يحب الله هذا معروف عنده. يعني ربنا يعرف اللي بيحبوه، يعرفهم هنا بمعنى يعني ليهم مكانة وليهم دالة وليهم شفاعة عنده. إن كان أحد يحب الله هذا معروف عنده. هو حط القاعدة وهيبتدي يدخل في المشكلة. قال الأول محدش يقول إحنا بنفهم وإنتوا ما بتفهموش، دي روح مش بتاعتنا، واللي فاكر نفسه بيعرف يقول أنا ما بعرفش، لأن المعرفة دي بحرها واسع. والأهم من المعرفة المحبة، نحب ربنا ونحب بعض، وإلا نبقى بنغلط في حق ربنا. من جهة أكل ما ذبح للأوثان، بعد ما حط القضية الأرضية العلاج وقال المحبة هي المهم، نعلم أن ليس وثن في العالم. أول حاجة هيقولها، يقول يا جماعة مفيش حاجة اسمها وثن. وثن بمعنى إله، مفيش إله، هو ربنا بس. فدي أول قاعدة هنحكم بيها، إنه فعلا اللي بيذبحوا للأوثان دي حاجة ملهاش أساس، مفيش وثن. وليس إله آخر إلا واحد. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة، يعني هم بيقولوا عليها آلهة، سيف الحياة مش آلهة، سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، يعني كل بلد لها آلهتها في الوقت ده، وفي ساعات ناس تعبد السماء والنجوم الشمس الكواكب، وإله جوبيتر والإله فينوس والإله أمون، آلهة منها حيوانات ومنها بشر ومنهم أفلاك في السماء، إنما كل ده مش آلهة. لكن لنا إله واحد، الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد
يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. يعني إيه؟ يعني إحنا كناس مؤمنين عارفين إن ما عادش في إله، مش حاجة اسمها كده. هو ربنا رب واحد، الله الآب ضابط الكل، وابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا نور من نور، ما هماش إلهين منفصلين، إنما نور من نور. الآب اللي خلق كل حاجة ومنه كل شيء، هو مصدر دايما. والابن الوحيد الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فقال لهم احنا عارفين ان ما فيش إله اخر، انما هو إله واحد. وبرضه دي تؤخذ من ضمن الاثباتات الكتابية عن ان احنا إلهنا إله واحد، لانه لسه بيقول ايه لنا إله واحد، وبعدين الإله الواحد فصله قال الاب والابن وضمنيا يعني الروح القدس، لكن هو في الاخر بيتكلم عن إله واحد. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به، نحن به خلقنا، نحن به وجدنا، نحن به نحيا ونتحرك ونوجد، يعني هو مصدر، هو أصل كل شيء. ولكن ليس العلم في الجميع. ثم أنت قلت من شوية نعلم أن لجميعنا علم، ألا الحتة دي لسه مش واصلة لكل الناس بنفس الدرجة. يعني بعض ضعاف الإيمان ما زالوا يعتقدوا في وجود قوة أخرى تتحدى قوة الله، فيمكن من هنا بيخافوا يغضبوا ربنا، فلو كلوا أكلة يقولوا دي اتاكلت لحساب الإله الفلاني، كأن ده ضد ده. فقال في نفوس لسه إيمانها ضعيف، نفوس لسه ما استوتش، ما عندهاش الحرية بتاعة النفوس القوية اللي إيمانها قوي. بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن. يعني إيه؟ يعني في ناس ضميرها متشكك، متوسوس، حساس زيادة، لما بيأكلوا حاجة زي كده بيعتبروا نفسهم أشركوا بربنا إله آخر. هو عاوز يقول هو ضميرهم اللي في حتة غلط، ضميرهم اللي في وسوسة، لأن إحنا ما فيش آلهة أخرى، الأكل هو الأكل. يبقى واضح ان بولس جاي في صف الرأي المتحرر، الرأي الواعي، ان الاكل هو الاكل، وان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص، ده اللي قاله في روم. لكن هنا بيؤكد انه في ناس ضميرها حساس نحو الوثن، يعني من الموضوع ده لسه بيتشككوا فيه، يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم اذ هو ضعيف يتنجس. يعني دول بالذات لو كلوا يعتبروا عملوا حاجة غلط. طب ما انت قلت اللي بيأكلوا مش غلطانين. ايوه بس ده ضميره في حتة غلط، فلو كل يبقى بيغلط، لانه معتبر اللي بيأكل بيشارك في خطيه. طب كلت ليه وانت عندك الاعتبار ده؟ بدل ضميرك مش مصرح لك ليه تأكل، وضميرك مش مصرح لك ليه اساسا في حتة مش مظبوطة لازم تفهمه. فيقول هنا تاني ضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس، ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله. يعني بدل ما نغرق في موضوع ناكل ولا ما ناكلش، بصوا الأكل مش موضوع، مش هو ده اللي هيوصل السم، ناكل ولا ما ناكلش. فمش عاوزكم عشان موضوع الأكل تخسروا بعض، تخسروا سلامكم. الأكل لا يقدمنا إلى الله، يعني ربنا يا جماعة عمره ما بيبص تاكل إيه. برضو الحتة دي بعض الناس بتاخدها حجة ضد الأصوام بتاعتنا. الموضوع ما كانش للصوم خالص، الموضوع كان ما ذبح للأوثان. ليه بقى ناس تاخد الفصل ده وتقول اهو الأكل لا يقدمنا إلى الله، يبقى الأكل النباتي ما يزودش وما ينقص. واحنا قلنا ان الأكل النباتي يدخل السم، احنا قلنا بنصوم ونمتنع عن الأكل، وعشان ما ناكلش بقى براحتنا بعد كده حصرنا نفسنا في أكل خالي من الدسم عشان نقبل في روح الصوم. هل احنا بندعي ان اكل الفول يدخل السماء واكل اللحمة يدخل جهنم؟ محدش فينا بيقول كده. لكن هل معنى كده نلغي الصيام بطقس وبنظام اللي حطوه الاباء وعاشت بيه الكنيسة 2000 سنة؟ برضه دي حاجة مبالغة ملهاش معنى. انظروا لألا يصير، قبلها يقول لكن الطعام لا يقدمنا الى الله، لاننا ان اكلنا لا نزيد. صحيح، هو الاكل هيزود ولا ينقص في الحياة الروحية؟ لا. وان لم نأكل لا ننقص.
يعني ما فيش داعي ان احنا نغرق في موضوعات حرفية زي كده، لانها مش هتقربنا من ربنا، بالذات بقى لو هتخلينا نخسر بعض، فيبقى الشيطان كسب الجولة. ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا نقص، يعني لو ضميرك توسوس من اكلة دي زيادة بلاش احسن، لكن لو هتاكل كل من غير ما تقعد تتوسوس، لان مش ده الاساس. احنا حياتنا حياة روحية مش حياة جسدية. ولكن انظروا، بس خلي بالك، لألا يصير سلطانكم هذا معصرة للضعفاء. يعني ايه؟ يعني الشخص الحر في ضميره اللي مقتنع تماما ان مفيش اوثان واللحمة هي اللحمة، واللي داخل يأكل بسلطان مش فارق معاه لان ضميره مرتاح، قال له بس في نقطة عايز افكرك بيها. حاسب سلطانك ده ومعرفتك دي وحريتك دي تبقى سبب عثرة لاخوك اللي لسه ضميره حساس وفهم الحكاية غلط. طب ما انت قلت ناكل، دلوقتي نعمل ايه؟ بعد ما قال كله رجع قال لا استنى ما تاكلش. من الناحية المنطقية اللاهوتية الاكل مش مفهوش خطية، انما من الناحية العملية الاكل ممكن يجرح ضمير اخوك، فاستنى لما نحسبها تاني. شوفوا حكمة هذا العظيم القديس ده، قال له من الناحية اللاهوتية، من الناحية المسيحية العادية بصراحة الأكل ما فيهوش ضرر، مش الأكل اللي فيه نجاسة، لأن ما فيش حاجة اسمها وسم، ولو كلت مش هتزيد ولو ما كلتش مش هتنقص، مش فارقة كتير. إنما المحك العملي هو هل لما هتاكل أخوك ده هيفهمها صح، ولا هيفتكرك بتعبد أوثان وبتشرك بالله وضميره يتلخبط وحياته تتلخبط ويعثر، يقع في عثرة. يبقى حتى ما يجوز لك، حتى ما تعتبر من حريتك، في مقياس تاني تراجع نفسك عليه قبل ما تعمله. يا ترى الآخر اللي قصادي ده هيفهمها ازاي؟ هيفهمني صح ولا هيفهمني غلط؟ لو هيفهمني غلط برضو مش هعمل الصح اللي ممكن اعمله عشان التاني ما يتعبش. فبيقول ولكن انظروا لألا يصير سلطانكم هذا معصرة للضعفاء. حاسب الحرية اللي جواك والسلطان اللي انت واخده ده، انك تحررت من الحرف، تبقى عندك كده قلب جامد، تقوم تتعب غيرك بالحرية دي وما ترعيش ضميره الحساس. لأنه إن رآك أحد، هيفسر يا من له علم، بتقول انت عندك علم وفاهم والأكل هو الأكل وما تفرش ماشي، يا من لك علم، لو شافك واحد متكئ في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان. يعني عاوز يقول الضعيف لو شافك وانت بالنسبة له خادم وبالنسبة له شخص مهم وبتعرف ربنا وضميرك مرتاح لأن الأكل مش هيفرق، إنما هو ضميره متشكك ومعتبر الأكل ده مشاركة أوثان. لو هو كل زيك هو غلط. ليه؟ لأن هو جواه غير جواك، هو معتبر الأكل مشاركة للوثن عبادة أوثان، يبقى أنت قويته يعمل حاجة غلط مع أنها بالنسبة لك أنت صح. فاهمين اللي عاوز يوصله؟ يبقى عاوز يقول له حط الناس في اعتباراتك، ما أنتش لوحدك، أنت حر بذاتك لكن الناس اللي بتبص عليك دي هتأثر ولا مش هتأثر؟ دي طبعا ليها تطبيقات كتير هنقولها المرة الجاية، بس ناخد آخر آية. فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أكل. يعني لو خليت واحد يغلط وصلته للهلاك بادعاء أنك حر وبتعمل اللي على مزاجك. طب أنت حر بس أخوك هيهلك اللي المسيح دفع دمه ثمنه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.